أسأل الله له الرحمة والرضوان، وأن ينفعه الله عز وجل بما قدم ليتامى أهل البيت عليهم سلام الله، واستنقذ السجن هو وأولاده الكرام وعائلته الكريمة. استنقذوا 4000 سجين كانوا يرزحون تحت التعذيب الجسدي والنفسي، وما يحتاج أتكلم، يجيبون الأكل صباحا لازم فترة تعذيب، يجيبون الأكل بالغداء لازم حفلة تعذيب، يجيبون الأكل بالعشاء حفلة تعذيب، وأحيانا يمتزج الدم بالطعام، يمتزج دم السجناء بالطعام، وغصبا عليك تاكل الطعام، غصبا عليك اذا ما تاكل انت مضرب، انت تتعرض للاعدام، وقصص للقتل الفردي والقتل الجماعي، كلها هاي كابدها آل الحكيم وجها لوجنب لجنب مع اولادهم السجناء. وليس ببعيد عنه الصبر والسلوان تأسيا بآل رسول الله.